الرامي سيدي. طمني يا مساجد. اعترافات كاملة سيدي، اعترفوا من أول. من أول شو؟ من أول سؤال سيدي ولو. اختار الضبط وحوله موجودا عن النيابة العامة. حاضر سيدي. الحقيقة أنا ما بيهمني يقولوا يونس، يقولوا أبو حيدر، يقولوا أبو تحسين، أنا ما بيهمني. المهم المساعد جميل باقي بذاكرة كل مين سمع حكم العدالة وتابعه. الحقيقة عمر المساعد جميل بحدود 32-33 سنة. لا هو من الأساسيات، هو كان البرنامج اسمه من ملفات القضاء، بعدين صار حكم العدالة. وقت إجا الأستاذ فهمي البكار الله يرحمه واستلم البرنامج، حب هدول الشخصيات يثبتهم في كل الحلقات، فاختاروا عمر قنوع الله يرحمه كان الرائد هشام، وأحمد ملي المساعد جميل. وإلى الآن إمتى بدأ يتسرح المساعد جميل؟ الحقيقة ما بعرف. وأنا على فكرة هذا بالسأل فيه كتير هذا السؤال، بس يعني أنا دائما بجاوبهم إنه هي شخصية إعلامية مو مسلكية، هيجي يترفع كل سنتين أو أربعة أو كذا إلى آخره. بيميز المساعد جميل إنه بينتزع الاعتراف بالقوة، أما الرائد هشام كان منطقي أكثر، بيحاور ومنفسه أطول. أنا رحت لساوي لحكم عليه لابني، وقت فتت على الأمن الجنائي في عقيد كتير ظريف قال لي مو أنت المساعد جميل؟ قلت له تعال فرجيك المساعد جميل حقيقي. فوتوني واحد عم يعترف يعني عم ياخذوا منه اعتراف على سارق كان أو شيء إلى آخره ويحلف وبدري شو. لا أنا من كتر ما ضربوا قدامي قلت له شو ليش جبتني لهون؟ قال لي بدي فرجيك المساعد جميل شلون بينتزع اعتراف من المجرمين، هذا مجرم. صرت أبكي. قلت له إن شاء الله تركني، خليني يطلع لأنه أنا والله ما بتحمل. قال لي مو أنت على أساس مساعد جميل؟ قلت له مساعد جميل بالإراديو مو مساعد جميل بالحقيقة. والله بيعني لي الكثير، يعني أنا ضحيت مشان مساعد جميل الحقيقة كتير، وظلمت يعني أنا أي عمل تلفزيوني بشارك فيه بقول لهم نهار التنين لا تحطوا لي أوردر، لأنه أنا مكبون عندي تسجيل حكم العدالة. صاروا يعرفوا المنتجين وشركات الإنتاج هذا الكلام. أنا نازل من عمان، كنا بصور مسلسل بعمان لدمشق مشان سجل حلقة من حلب كذا مرة، من لادقية، من طرطوس. هي صارت كتير معنا لأنه نحن منكون مسافر شهر شهرين ثلاثة، فوقت اللي حكم العدالة بيعرفوا يعني بيعطوني بسيارة كذا بسجل وبرجع لمكان التصوير. فأنا ضحيت مشان المساعد جميل. ما بعرف هي التضحية بينت ولا ما بينت ما بعرف، لكن أنا بعرف أنه أنا أصبحت يعني بذاكرة السوريين تحديدا حتى برا. يعني المساعد جميل ما شخصية بس ضمن سوريا، لا مسموعة برا قرارا وجاهيا قابلا للطعن بطريق النقد صدر وأفهم علنا.